السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناؤنا وبناتنا طلاب الصف السابع، نقدم لكم مراجعة الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من منهج الرياضيات المنهج الوطني الكويتي. نبدأ بالوحدة الثالثة وهي الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة بند 3.1، رتب الأعداد التالية تصاعديا. ونلاحظ أبناؤنا الطلاب الترتيب التصاعدي يبدأ من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر، ونلاحظ عند تمثيل مجموعة الأعداد الصحيحة على خط الأعداد، نلاحظ أن الصفر يأتي في منتصف خط الأعداد، والأعداد على يمين الصفر هي الأعداد الموجبة، والأعداد على يسار الصفر أعداد سالبة. ونلاحظ أيضا أن العدد الذي يقع على اليمين أكبر من العدد الذي يقع على يسار، وبالتالي عند ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر نبدأ بالأعداد الأصغر أولا، وهي سالب 43، سالب 23، صفر، موجب 22. ونلاحظ أبناؤنا الطلاب عندما يأتي العدد ولا يكتب أمامه إشارته فهي تعني العدد موجب. 3.2 جمع الأعداد الصحيحة. نتذكر جميعا أن ناتج جمع عددين صحيحين موجبين هو عدد صحيح موجب، وناتج جمع عددين صحيحين سالبين هو عدد صحيح سالب، وناتج جمع عدد صحيح ومعكوسه الجمعي يساوي صفر. عندما نجمع عددين صحيحين إحداهما موجب والآخر سالب فإن ناتج الجمع يساوي الآتي: العدد ذو القيمة المطلقة الأكبر ناقص العدد ذو القيمة المطلقة الأصغر، ويكون الناتج موجبا إذا كان العدد الذي قيمته المطلقة أكبر موجبا، ويكون الناتج سالبا إذا كان العدد الذي قيمته المطلقة أكبر سالبا. سؤال: أوجد الناتج في كل مما يلي: موجب 2 زائد سالب 6. نلاحظ أن القيمة المطلقة للعدد سالب 6 أكبر من القيمة المطلقة للعدد موجب 2، وبالتالي الناتج عدد سالب ويساوي سالب 4. السؤال الآخر: سالب 5 زائد سالب 3 هيساوي سالب 8. بند 3.3 وهو طرح الأعداد الصحيحة. أوجد الناتج فيما يلي: سالب 9 ناقص 11. نلاحظ أبناؤنا الطلاب عند إجراء عملية الطرح، نحول من عملية الطرح إلى عملية الجمع مع إضافة المعكوس الجمعي للعدد المطروح، وبالتالي يبقى سالب 9 زائد سالب 11، وتتحول العملية من عملية طرح إلى عملية جمع، وبالتالي الناتج هيساوي سالب 20. سؤال آخر: سالب 7 ناقص سالب 2. بنفس الطريقة تحويل عملية الطرح إلى عملية جمع المعكوس، وبالتالي تصبح سالب 7 زائد موجب 2 هيساوي سالب 5. بند 3.4 ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها. ضرب الأعداد الصحيحة، نتذكر جميعا إذا كان العددان الصحيحان موجبين معا فإن ناتج الضرب يكون موجبا.
أما إذا كان العددان الصحيحان إحداهما موجب والآخر سالب، فأن ناتج ضربهما يكون سالبا. إذا كان العددان الصحيحان سالبين، فأن ناتج ضربهما يكون موجبا. سؤال: أوجد الناتج موجب 5 ضرب سالب 4، وبالتالي عدد موجب ضرب عدد سالب طبقا للقاعدة الناتج يطلع سالب 20. سالب 20 ضرب سالب 5 عدد سالب ضرب عدد سالب يساوي عدد موجب 20 ضرب 5 الناتج 100. 3 4 ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها أيضا في نفس البند قسمة الأعداد الصحيحة. نتذكر أيضا أن ناتج قسمة عددين صحيحين موجبين معا أو سالبين معا يكون عددا صحيحا موجبا، وناتج قسمة عددين صحيحين إحداهما موجب والآخر سالب يكون عددا صحيحا سالبا. سؤال: أوجد الناتج موجب 18 تقسيم سالب 9 يساوي سالب 2، سالب 16 تقسيم سالب 4 يساوي موجب 4، 6 أس 2 تقسيم سالب 4. نلاحظ أبناؤنا في هذا السؤال لابد من إيجاد القيمة التي داخل القوس وهي 6 أس 2، أي أن 6 مضروبة في نفسها مرتين تصبح 36 تقسيم سالب 4، الناتج هيساوي سالب 9. بند 3-5 وهو حل معادلات على الصورة ألف سين زائد باء يساوي جيم، حيث ألف لا تساوي صفر. حل كل من المعادلات التالية: 3 سين زائد 5 يساوي 17. نلاحظ أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات عند حل المعادلة لابد من إيجاد قيمة المتغير سين، وبالتالي يصبح الحل كالتالي باستخدام العملية العكسية للجمع وهي عملية الطرح، وبالتالي يصبح المعادلة 3 س زائد 5 ناقص 5 هيساوي 17 ناقص 5. طرحت 5 من طرفي المعادلة، وبالتالي موجب 5 مع سالب 5 يتلاشوا، 3 س يساوي 17 ناقص 5 هيساوي 12. بقسم الطرفي المعادلة على 3 يصبح كالتالي: س هيساوي 4. إذا حل المعادلة س هيساوي 4. وللتحقيق من هذه المعادلة عند وضع س بيساوي 4 يصبح الطرف الأيمن للمعادلة 3 ضرب 4 زائد 5 يساوي 17. إذا الحل صحيح. أبناؤنا وبناتنا طلاب الصف السابع مع الوحدة الرابعة وهي القياس. 4-1 التحويل في النظام المتري. نتذكر السلم أو الدرج اللي يساعدنا في عملية التحويل من وحدة إلى أخرى. أولا الوحدات المترية لقياس الوزن، نلاحظ أن أكبر وحدة لقياس الوزن وهي الطن، يأتي أقل منها الكيلو جرام، ثم يأتي أقل منها جرام، ثم يأتي أقل منها الملي جرام. ونلاحظ عند التحويل من الوحدة الأكبر إلى الوحدة الأصغر، أي عندما نكون أعلى الدرج ونريد النزول إلى الأسفل، نجري عملية الضرب، والعكس بالعكس صحيح. عند التحويل من الوحدة الأصغر إلى الوحدة الأكبر، أي عند الصعود على الدرج، نجري عملية القسمة. ونلاحظ أيضا
أن كل درج وبه قيمته 1000، أي الطن به 1000 كيلو جرام، والكيلو جرام به 1000 جرام، والجرام به 1000 ملي جرام. وبنفس الطريقة الوحدات المترية لقياس الطول، الوحدة الأكبر لقياس الطول وهي الكيلو متر، وهي بتساوي 10 هكتومتر، والهكتومتر يساوي 10 ديكامتر، والديكامتر يساوي 10 متر، والمتر يساوي 10 ديسيمتر، وأما الديسيمتر يساوي 10 سنتيمتر، والسنتيمتر يساوي 10 مليمتر. وبنفس الطريقة عند التحويل من الوحدة الأكبر إلى الوحدة الأصغر، أي عندما نكون أعلى الدرج ونريد النزول إلى الوحدة الأصغر، نجري عملية ضرب. أما عند الصعود والتحويل من الوحدة الأصغر إلى الوحدة الأكبر، نجري عملية القسمة. أكمل ما يلي: 5 كيلو جرام يساوي نقط جرام. نلاحظ أن الكيلو جرام هي وحدة أكبر، ونريد التحويل إلى الوحدة الأصغر، وبالتالي نجري عملية الضرب. 5 ضرب 1000 يساوي 5000 جرام. 702 جزء من 1000 كيلو جرام نريد تحويلها إلى كيلو متر. نريد 702 جزء من 1000 كيلو متر ونريد تحويلها إلى ديسيمتر، وبالتالي نجري أيضا عملية الضرب. 702 جزء من 1000 ضرب 10000 يصبح الناتج 7020 ديسيمتر. 1.5 طن يساوي كم كيلو جرام؟ 1.5 ضرب 1000 يساوي 1500 كيلو جرام. بند 4.2 وهو المحيط. نلاحظ أبناؤنا الطلاب عندما يطلب المحيط، هو المقصود به مجموع أطوال القطع المستقيمة المحيطة بالشكل، أي أن عند الحصول أو طلب محيط الشكل مجموع أطوال أضلاعه. ففي المثلث، محيط المثلث متطابق الأضلاع الذي طول ضلعه 3 سنتي يساوي 9 سنتي، أما المحيط في حالة المنطقة المربعة يساوي طول ضلعها 25 سنتي، يساوي 25 زائد 25 زائد 25 زائد 25 4 مرات، هيساوي 100 سنتيمتر. مساحة المربعات والمستطيلات: اوجد مساحة مستطيل بعدها 25 سنتي و4 سنتي. نلاحظ ان مساحة المستطيل هيساوي الطول ضرب العرض، اي هيساوي 25 ضرب 4 يساوي 100 سنتيمتر مربع. مساحة متوازيات الأضلاع والمثلث: أوجد مساحة متوازي أضلاع فيه القاعدة تساوي 20 سنتي والارتفاع 6 سنتي، حيث ق هي طول القاعدة وعين هي الارتفاع. نلاحظ أن المساحة هيساوي القاعدة ضرب الارتفاع، أي هيساوي 20 ضرب 6 يساوي 120 سنتيمتر مربع. بند 4.5 وهو الدائرة. أكمل الجدول التالي من الشكل المرسوم أمامي. القطعة المستقيمة ألف باء هي عبارة عن قطر، ونلاحظ أن القطر القطعة المستقيمة طرفاها ألف وباء تنتمي إلى محيط الدائرة ويمر بمركز الدائرة ميم، وبالتالي ألف باء هو قطر في الدائرة. أما زاوية ألف ميم جيم فهي زاوية مركزية، لأن رأس الزاوية في مركز الدائرة وشعاعي الزاوية هما أنصاف أقطار في الدائرة.
محيط ومساحة الدائرة، أوجد محيط ومساحة دائرة نصف قطرها 7 سنتي مستخدما القيمة التقريبية باي هتساوي 22/7. محيط المنطقة الدائرية هيساوي 2 باي نق، بالتعويض عن باي 22/7 ونق يساوي 7، وبجراء عملية الاختصار نحصل على أن محيط الدائرة يساوي 44 سنتيمتر. أما بالنسبة لمساحة المنطقة الدائرية هتساوي باي نق تربيع، وبالتعويض عن قيمة باي 22/7 ونصف قطر الدائرة 7، وإجراء عملية الاختصار نحصل على أن مساحة الدائرة يساوي 154 سنتيمتر مربع. أبناؤنا الطلاب والطالبات الصف السابع، نتابع مع حضراتكم تقديم الوحدة الخامسة وهي المجسمات والقياس. البند 5.1 تصنيف المجسمات. نتذكر أن الجدول الذي أمامي المجسم منشور ثلاثي قائم، وعندما نذكر منشور ثلاثي قائم أي قاعدته مثلث له 6 رؤوس وله 9 أحرف وله 5 أوجه، 2 منها مثلثان متطابقان. المنشور الرباعي القائم وهو بينقسم إلى قسمين، قاعدته مربع الشكل وآخر قاعدته مستطيلة الشكل. عندما يكون القاعدة مربعة الشكل أضلاعه متطابقة يبقى المنشور الرباعي القائم يسمى مكعب، وله 8 رؤوس، له 12 حرف، له 6 أوجه كل منها مربعة. أما متوازي المستطيلات شبه المكعب له 8 رؤوس، له 12 حرفا، له 6 أوجه كل منها مستطيلة. الهرم الثلاثي وقاعدته مثلث له 4 رؤوس، له 6 أحرف، 4 أوجه كل منها مثلثة. البند 5.2 مساحة السطح، القوانين الجبرية لمساحة السطح. أوجد مساحة سطح شبه المكعب حيث لام وضاد وعين هي أبعاد شبه المكعب. الطول لام يساوي 3 صحيح وواحد جزء من 10 سنتي، العرض 4 سنتي، والارتفاع 2 سنتي، وبالتالي المساحة هيساوي 2 ضرب الطول ضرب العرض زائد 2 ضرب الطول ضرب الارتفاع زائد 2 ضرب العرض ضرب الارتفاع. نحصل بالتعويض عن قيمة لام وضاد وعين نحصل على مساحة شبه المكعب 53 صحيحة واثنين جزء من 10 سنتيمتر مربع. مساحة سطح الاسطوانة بند 5.3، أوجد مساحة سطح الاسطوانة الموضحة بالشكل ومستخدما القيمة التقريبية باي 3 صحيح و14 جزء من 100. نلاحظ أن نصف قطر قاعدة الاسطوانة 5 سنتي وارتفاع الاسطوانة 10 سنتي، وبالتالي مساحة سطح الاسطوانة هيكون عبارة عن مساحة السطح المنحني زائد ضعف مساحة القاعدتين، وبالتالي مساحة سطح الاسطوانة يمكن التعبير عنه كالآتي: مساحة القاعدة هي باي نق تربيع، وعندما يكون عندي قاعدتين، قاعدة علوية وقاعدة سفلية، فيبقى مساحة القاعدتين 2 باي نق تربيع. أما مساحة السطح المنحني عبارة عن
محيط القاعدة ضرب الارتفاع، وقاعدة الاسطوانة هي عبارة عن دائرة ومحيط الدائرة 2 باي نق، إذن مساحة السطح المنحني 2 باي نق عين، وبالتالي مساحة سطح الاسطوانة يمكن التعويض عنه كما هو موضح أمام حضراتكم، 2 ضرب 3 صحيح و14 جزء من 100 ضرب 25 زائد 2 ضرب 3 صحيح و14 جزء من 100 ضرب 5 ضرب 10، نحصل على أن مساحة سطح الاسطوانة هيساوي 471 سنتيمتر مربع. بند 5.4، الحجم وحساب الحجم. اوجد حجم مكعب طول ضلعه 10 سنتي. حجم المكعب هيساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، وبما ان المكعب بالطول يساوي العرض يساوي الارتفاع وكل منهم يساوي 10، اذن الحجم هيساوي 10 ضرب 10 ضرب 10، هيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. نتابع مع حضراتكم ابناؤنا وبناتنا طلاب الصف السابع، ونقدم لكم مراجعة الوحدة السادسة، وهي علم الإحصاء واستخداماته في الحياة. بند 6.1، قراءة التمثيلات البيانية. سؤال: قاست نوف طول نبتة في نهاية كل أسبوع لمدة 6 أسابيع، ومثلت النتائج بالشكل الآتي. من خلال التمثيل السابق أجب عن الأسئلة التالية. نلاحظ أن في الشبكة البيانية التي أمامي على الخط الأفقي أو المحور الأفقي نهاية كل أسبوع، الأسبوع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. أما التدريج الرأسي أو المقياس الرأسي فهو يبدأ 0 10 20 30 40 50. يسأل: كم مليمتر كان طول النبتة في نهاية الأسبوع الثالث؟ نرى أن في نهاية الأسبوع الثالث يصبح 30 مليمتر. كم مليمتر تقريبا نمت النبتة في 6 أسابيع؟ نلاحظ أن في 6 أسابيع أي في نهاية الأسبوع السادس وصل نمو النبتة إلى 50 مليمتر. كم مضى من الوقت عندما أصبح طول النبتة 25 مليمتر؟ نلاحظ على المقياس الرأسي 25 مليمتر، نجد أنها في نهاية الأسبوع الثاني أي بعد أسبوعين. متى كان نمو النبتة أسرع، في نهاية الأسبوع الثاني أم في نهاية الأسبوع السادس؟ نلاحظ أن في نهاية الأسبوع الثاني كان نمو النبتة أسرع من خلال الخط المرسوم أمامي على شبكة المربعات. استخدم التمثيل البياني بالمدرج التكراري الذي أمامك في الإجابة عن الأسئلة التالية. أمامي مدرج تكراري عبارة عن أجور عدد من العمال في شركة بالدينار على الخط الأفقي أو المحور الأفقي، الأجور بالدينار، وتبدأ من 0 إلى ما قبل 60، من 60 إلى ما قبل 80، وهكذا من 80 إلى ما قبل 100، ومن 100 إلى ما قبل 120، ومن 120 إلى ما قبل 140، ومن 140 إلى ما قبل 160، وهكذا. كم عدد العمال الذين يحصلون على أجر 180 دينار فما فوق؟ نلاحظ 180 دينار فما فوق ارتفاع هذا العمود تقريبا 2 عامل. كم عدد العمال الذين أجورهم أقل من 120 دينار؟ أقل من 120 دينار، نلاحظ ارتفاعات الأعمدة، الأقل من 120 دينار 5 زائد 10 زائد 15 هيساوي 30 عامل.
بند 6.2 العلامات التكرارية والجداول التكرارية، المدى لمجموعة البيانات التالية 19 90 92 94 94 هو. اختار الإجابة الصحيحة. نلاحظ أن المدى هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، وبالتالي أكبر قيمة 94 وأصغر قيمة هي 19، إذن المدى هيساوي 75. التمثيلات البيانية بالأعمدة المزدوجة والخطوط المزدوجة. الجدول التالي يبين عدد الاتصالات الهاتفية التي تلقاها مكتبان لسيارات النقل خلال 6 أيام من السبت حتى الخميس. اصنع تمثيلا بيانيا بالأعمدة المزدوجة لبيانات المجموعتين. نلاحظ الجدول الذي أمامي، المكتب ألف والمكتب باء، واليوم السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس وهكذا. وبالتالي عند رسم الرسم الجدول الذي أمامي بالأعمدة المزدوجة، نلاحظ أن أكبر قيمة في الجدول وهي 35، وبالتالي المقياس المدرج على الخط الرأسي، نبدأ بمقياس رسم 0 5 10 15 20 25 30 35، أما على المحور الأفقي فهي الأيام السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس وهكذا. نلاحظ أن المفتاح للمكتب ألف هيكون باللون الذي أمامك الأحمر، أما المكتب باء فهو باللون الأزرق. وبالتالي في يوم السبت نلاحظ أن المكتب ألف 18، نصعد بالعمود إلى 18، وأما المكتب باء 13، نصعد بالعمود الأزرق إلى 13 كما هو موضح أمام حضراتكم. وبنفس الطريقة يوم الأحد كان المكتب ألف 26 والمكتب باء 13، أما يوم الاثنين مكتب ألف 15 والمكتب باء 35، يوم الثلاثاء مكتب ألف 23 والمكتب باء 28، يوم الأربعاء المكتب ألف 21 والمكتب باء 19، يوم الخميس المكتب ألف 32 والمكتب باء 30. بند 6.4 مخططات الساق والأوراق. استخدم مخطط الساق والأوراق التالي للإجابة عن الأسئلة من ألف إلى دال. أبناؤنا الطلاب، المخطط الذي أمامي وهو مخطط الساق والأوراق يطلب ما مدى هذه القيم. نلاحظ أن المدى هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، وبالتالي أكبر قيمة هي 95 وأصغر قيمة هي 67، وبالتالي المدى 28. ما القيمة الأكثر ظهورا؟ نلاحظ أن القيمة الأكثر ظهورا وهي القيمة 83 ومكررة 3 مرات. كم عدد مرات ظهور القيمة 79؟ 79 من المخطط الذي أمامي ظهرت مرتان. ما القيمة الأصغر من 90 مباشرة في هذه البيانات؟ نلاحظ أن القيمة 90 في هذا المخطط الأصغر منها مباشرة وهي القيمة 87. بند 6.5 المتوسط الحسابي، الوسط والوسيط والمنوال. أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى لمجموعة البيانات التالية 10 10 1 2 5 3 4. ترتيب القيم من الأصغر إلى الأكبر، ثم المتوسط الحسابي هيساوي مجموع القيم تقسيم عددها، وبالتالي نجمع هذه القيم ونقسم على عددها وهو 7، وبالتالي يساوي 35 على تقسيم 7 يساوي 5. أما الوسيط
فهي القيمة التي تقع في المنتصف بعد الترتيب التصاعدي، وهي القيمة الوسيطة يساوي 4. أما المنوال فهي القيمة الأكثر تكرارا وهي القيمة 10، إذن المنوال يساوي 10. المدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة هيساوي 10 ناقص 1 هيساوي 9. من مخطط الساق والأوراق المقابل أوجد ما يلي. نلاحظ أبناؤنا الطلاب من مخطط الساق والأوراق يطلب الوسيط والمنوال والمتوسط الحسابي والمدى. أولا لابد من وضع هذه القيم بترتيب تصاعدي، أي من الأصغر إلى الأكبر. نلاحظ أن هذه القيم 10، 13، 22، 22، 24، 30، 31، 32. الوسيط هيساوي 22 زائد 24 تقسيم 2، 2 يساوي 23. أما المنوال وهو القيمة الأكثر تكرارا وهي القيمة 22. أما المتوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عدد هذه القيم هيساوي 184 تقسيم 8 يساوي 23. والمدى هو أكبر قيمة 32 ناقص أصغر قيمة 10 هيساوي 2.